السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بطلبة وطالبات كلية التجارة جامعة بني سويف. سوف نتناول مع بعض أول سكشن في مادة مبادئ الرياضيات للتجاريين. الفرقة الأولى مجموعة ألف وب، الأستاذ الدكتور عمر عبد الجواد، إعداد سعيدة فتحي المعيدة بقسم الرياضة والتأمين. سوف نتناول مع بعض بإذن الله أول فصل، هو الفصل الأول الدوال وتطبيقاتها التجارية. قبل ما نبدأ في شرح السكشن، إن شاء الله سوف يتم توضيح بعض النقاط التي سوف يتم تداولها في السكشن، وهي رقم 1 تعريف الدالة، 2 أنواع الدوال، 3 تمثيل الدالة بيانيا، 4 الصور المختلفة لتحديد معادلة الخط المستقيم. أولا بيقول تعريف الدالة، هي صيغة رياضية للتعبير عن العلاقة بين متغيرين أو أقسام. بمعنى بيقول هنا عشان يكون عندي دالة لابد ان يكون عندي اقل حاجه متغيرين او اكثر من متغير، بس اقل حاجه ما يقوليش عن متغيرين، احدهما متغير تابع يرمز له برمز ص، والاخر متغير مستقل يرمز له برمز س. بمعنى ايه الفرق ما بين المتغير التابع والمتغير المستقل؟ المتغير التابع ده هو المتغير الذي يتبع المتغير المستقل، بمعنى اي تغير في المتغير المستقل يتبعه تغير في المتغير التابع، واي نقص في المتغير المستقل يتبعه نقص في المتغير التابع، وهكذا. فاذا كان لدينا العلاقه التاليه، اعطيني معادله هنا للتعبير عن العلاقه بين المتغير التابع والمتغير المستقل، بيقول ص بتساوي س تربيع زائد 4 س زائد 5. فان هذه العلاقه تعبر عن اعتماد قيمه ص على القيمه او القيم التي تاخذها س. زي ما اتفقنا ان الصاد دي هي عبارة عن متغير التابع، فإذا هي تعتمد في القيم بتاعتها على قيم A C اللي هي المتغير المستقل. ومن هنا يسمى المتغير صاد بالمتغير التابع والمتغير C بالمتغير المستقل. كما ينظر إلى الدالة على إنها أداة مدخلات ومخرجات. أيوة، أنا كده عندي متغيرين أحدهما متغير تابع والآخر مستقل، بمعنى أن المتغير التابع هي المخرجات والمتغير المستقل هي المدخلات. إذن أن المخرجات بتعتمد على المدخلات بتاعتي، كلما زادت مدخلاتي وكلما كانت المدخلات بتاعتي أفضل، كلما كانت المخرجات أكتر وكلما كانت أفضل، حيث تعتبر القيم التي يأخذها المتغير س هي المدخلات، والقيم الناتجة لص تبع لذلك هي المخرجات. بمعنى كمان أمثل العلاقة بين الدخل والاستهلاك، نقول الدخل ده هو متغير مستقل والاستهلاك متغير تابع، يعني كلما زاد دخلي زاد الاستهلاك وكلما قل دخلي قل الاستهلاك، والعكس صحيح. العلاقة أيضا ما بين الإنتاج والأرباح، الإنتاج ده متغير مستقل والأرباح متغير تابع، كلما زاد إنتاجي زادت الأرباح، كلما قل الإنتاج قل الأرباح، وهكذا. ثانيا أنواع الدوال، سوف نتناول إن شاء الله أربع أنواع من الدوال. رقم 1 الدالة الخطية، وهي الدالة من الدرجة الأولى، وتأخذ الدالة الخطية الشكل التالي اللي هي المعادلة دي، ص بتساوي أ س زائد ب، ويكفي لتحديد الدالة الخطية نقطتين، وتأخذ الشكل التالي على الرسم البيان. يعني هو بيقول لي الدالة الخطية دي هي نقطتين بس بيكفوا لرسم هذه الدالة بتاعتي. وطبعا عندنا هنا عمودين، عندنا هنا عمود رأسي هو ده الذي يمثل قيم ص الموجبة والسالبة، والمحور الأفقي هو الذي يمثل قيم A C الموجبة والسالبة. يبقى عندنا المحور الرأسي اللي هو ده اهو بيمثل هنا قيم A ص الموجبة وتحت قيم ص السالبة، والمحور الرأسي هنا بيمثل قيم س الموجبة وهنا قيم ص السالبة، وهنا بيتجمع عندي هنا القيم الموجبة بالنسبة لس وص، وهنا القيم A السالبة بالنسبة لس وص، وهكذا. رقم 2 بيقول لي الدالة التربيعية، وهي دالة من الدرجة الثانية، وتأخذ الدالة التربيعية الشكل التالي، ص المعادلة دي ص بتساوي أ س تربيع زائد ب س زائد ج، وتتحدد بيانيا على الاقل بثلاث نقاط. يعني بيقول لي علشان ارسم الداله التربيعيه لابد يكون عندي ثلاث نقاط على الاقل، عكس الداله الخطيه كان يكون عندي اقل حاجه نقطتين،
وكلما زاد عدد النقاط دي كلما اتضح الشكل الدالة بصورة أكبر، وتأخذ الايه الشكل التالي على الرسم البياني ده يا جماعة. اهو هنا كشكلين، هي هنا هي بتاخد الشكل ده اللي انتوا شايفينه ده، بس الرسمة الشكل ده بتمثل قيمة صغرى، والشكل ده بتمثل قيمة عظمى، وهكذا. وبرضه عندنا هنا محورين، محور أفقي ومحور لي رأسي، قيم صاد وقيم سين، وكذلك قيم صاد وقيم سين. رقم 3 في أنواع الدوال، وهي الدالة التكعيبية، وهي الدالة من الدرجة الثالثة. وتأخذ الدالة التكعيبية الشكل اللي احنا شايفينه ده يا جماعة، يقول ص بتساوي، تاخد ايه الشكل اللي احنا شايفينه على المنحنى، وتاخد المعادلة دي هي ص بتساوي ألف س تكعيب زائد ب س زائد ج س زائد د، وتتحدد بينين بثلاث نقاط على الأقل. يعني هنا بيقول لي أقل حاجة عشان أرسم الدالة دي لابد يكون عندي ثلاث نقاط أقل حاجة، وكلما زاد عدد النقاط كلما اتضح الايه الشكل الدالة بصورة أكبر، وتاخد الشكل اللي احنا ايه شايفينه ده ايه يا جماعه. بعد كده بيقول لي الداله كثيره الحدود، ده اخر نوع من انواع الدوال. بيقول لي الداله كثيره الحدود وهي الداله من الدرجه الرابعه او اكثر. بيقول لي تاخذ الداله كثيره الحدود الشكل اللي هي المعادله دي يا جماعه، ان هي ص بتساوي ا س اس ن زائد ب س اس ن ناقص 1 زائد ج اس ن ناقص 2 زائد ما لا نهايه، وهكذا بالنسبه لايه للداله كثيره الحدود. ثالثا تمثيل الداله بيانيا، يقول لي رقم 1 الدالة الخطية، هي الدالة زي ما اتفقنا من الدرجة الأولى، للمعادلة بتاعتها كانت بتساوي ايه ص بتساوي أ س زائد ب، حيث تأخذ شكل الخط المستقيم. احنا اتفقنا لازم يكون عندي أقل حاجة نقطتين وتأخذ شكل الخط الايه المستقيم. إذا يتم تمثيلها بيانيا، وتأخذ الصيغة الرياضية الايه التالية، ان هي ص بتساوي أ س زائد ب، حيث أن أ و ب كميتين ثابتين، يعني ألف ثابتة وب ثابتة. ونلاحظ أن ألف يقيس ميل الخط المستقيم الذي يمثل الدالة بيانيا، وبذلك فهو يعبر عن معدل التغير الذي يطرأ على المتغير ص، وهذا المعدل ثابت. ولتمثيل الدالة بيانيا نتبع الخطوات التالية. بيقول لي عشان أنا يديني المسألة ويقول لي ارسم الدالة دي بيانيا، والدالة دي من الدرجة الأولى هي دالة خطية، فبيقول لي أنا بتبع بعض الخطوات عشان أرسم الدالة دي. الخطوة رقم 1 بتقول 1 نفرض قيم موجبة وأخرى سالبة للمتغير المستقل اللي هو إيه س، يبقى أنا بفرض قيم موجبة وسالبة، هي مش بتجيلي في المثال أنا بفرضها من عندي، ومن هذه القيم يتم تحديد قيم المتغير التابع المناظر لها ص. احنا اتفقنا قيم ص بتتبع ايه قيم س، فاحنا لو جبنا ص س هنعرف نجيب ص. 2 يخصص المحور الافقي، اتفقنا بقى عندنا محورين، محور افقي ومحور ايه رأسي. يخصص المحور الافقي للمتغير المستقل س، والمحور الرأسي للمتغير التابع ص. 3 تمثل كل قيمتين متقابلتين للمتغير س وصاد بنقطة واحدة على الرسم البياني، وبتوصيل هذه النقط نحصل على شكل الدالة. يعني بعد ما برسم الدالة بحط النقط بتاعتي، وبعد ما بحط النقط بوصلهم، يبقى انا كده وصلت لشكل الدالة الصحيح بتاعتي. مثال، اعطيني مثال اهو، بيقول لي ارسم الدالة الاتي، الدالة بتقول ص بتساوي 2 س زائد 3. احنا اتفقنا كده احنا نعرف ان دي دالة ايه، دالة خطية من الدرجة الاولى. ليه؟ لان احنا متفقنا ان المعادلة الاصلية بتساوي ص بتساوي الف س زائد ب، وهنا المعادلة بتقول ص بتساوي 2 س زائد 3، حيث هو عاطيني قيمة الف وعاطيني ب، حيث احنا اتفقنا هي دول قيمتين ثابتتين في كافة الايه المعادلات اللي هي خاصة بالمعادلة اللي هي جايبها لي، يعني قيمة ايه الف وب مش بتتغير، انما اللي بيتغير معايا ايه قيمه س. بيقول لي الاجابه بقى بفرض، طبعا احنا اتفقنا احنا اول خطوه بنفرض قيم لس موجبه وقيم سالبه. هنا احنا فرضت ارقام
واحد وصفر وسالب واحد وسالب اتنين، وممكن حضرتك او حضرتك تفرضوا ارقام اكتر من كده زي ما انتوا ايه حابين. ويتم التعويض في المعادلة الاصلية لايجاد قيم ص. عشان اجيب قيم ص باخد عن كل قيمة من قيم س بعوض في المعادلة الاصلية ويطلع لي قيمة ايه ص. ويتم تكوين النقط المراد تمثيلها على الرسم الايه البياني. بعد ما بكون مجموعة من النقط بروح ارسمها على الرسم البياني، وبالتالي يظهر عندي شكل الايه الدالة زي كده. يا جماعة انا عاملة الحل في شكل جدول، واللي هنا ايه س اول خانة س، وهنا ص بتساوي 2 س زائد 3، وهنا ايه النقاط. هنا انا حطيت س قيم س اللي عندي اللي انا افترضتها اللي هي واحد وصفر وسالب واحد وسالب اتنين، وهنا ص دي المعادلة بتاعت اللي هو ايه عطاها لي، ودي النقاط اللي انا جبتها بعد ما حليت. طيب انا ازاي بقى هجيب؟ انا كده جبت قيم ايه س. طب هجيب قيم ص ازاي؟ هاخد كل معادله، هاخد كل رقم من او قيمه من قيم س اعوض عنه في المعادله الاصليه بتاعتي. هقول له الرقم ايه اللي هو س بتساوي واحد هنا، هقول له ص هتساوي اتنين وهي دي الف ثابته في س، هشيل س هنا وهحط ايه واحد زائد تلاتة دي ستة طلعت بتساوي خمسة. يبقى أول نقطة كانت عندي واحد وخمسة اللي هي واحد دي اللي هي س، والخمسة دي اللي هي ايه ص، وهكذا بالنسبة للمعادلة التانية برضو. ص هتساوي اتنين دي اللي هي ألف ثابتة في الصفر ده اللي هي قيمة س زائد تلاتة اللي هي ب ثابتة، طلعت عندي بكام؟ بتلاتة. يبقى النقطة التانية صفر وايه وتلاتة، وهكذا بالنسبة برضو للسالب واحد هشيل س واحط سالب واحد، وسالب اتنين هشيل س واحط سالب اتنين، طلع عندي هنا الناتج واحد وهنا سالب واحد. يبقى انا عندي النقطة التانية سالب واحد واحد، والنقطة الايه الرابعة سالب اتنين وسالب واحد. بعد كده احنا اول حاجة افترضنا قيم س، بعد كده طلعنا النقاط اللي هو عوضنا عن س كل مرة بالرقم اللي احنا افترضناه، فطلعنا مجموعة من النقاط بالنسبة لس وص. هنبدأ بقى نرسمها ازاي على الرسم البياني يا جماعة؟ زي ما انا عاملة قدام حضراتكم كده. طبعا احنا اتفقنا يبقى عندنا محورين. اول حاجة نبدأ ارسم المحور الايه الافقي اللي هو قيم ايه ص، هنا ص الايه المجابة وهنا ص السالبة، والمحور الرأسي اللي هو س، هنا س الايه الموجبة وهنا س السالبة. وانا بدأت من واحد لخمسة في كل الايه الموجب والسالب، بحيث انا اكبر رقم عندي هنا خمسة، وممكن تزود عن كده عادي، بس انا ايه مش هحتاج اكتر من الايه من خمسة، ممكن تزود حسب المطلوب اللي عندك. طب تعالى يا جماعة بقى نشوف احنا هنرسم الدالة ازاي. اول نقطة عندي بتقول لي س بواحد وصاد باتنين، هنيجي كده على محور السينات. طب س هنا بالايه بالموجب اهو، فين الواحد اهو، وصاد بالخمسة، اطلع عند الخمسة هيظهر عندي ايه النقطة دي. تمام. النقطة التانية تقول لي س بصفر هنا وص بتلاتة. النقطة التانية تقول لي س بسالب واحد، محور السينات اهو سالب واحد وص بواحد، فانا هطلع هنا دي ص اهي ص بواحد. اخر نقطة بيقول لي س بسالب اتنين اهي محور السينات على محور الصادات سالب واحد، هنزل لتحت سالب واحد، وبالتالي نوصل النقاط بعدها يظهر عندي هذا لي الشكل، وهذا يلزم انا كده حل مظبوط لانه ظهر عندي خط مستقيم وهي ايه دالة من الدرجة الاولى اللي هي الدالة الخطية. مثال رقم اتنين بيقول لي ارسم الخط البياني للدالة وهعطينه ص بتساوي اتنين س تكعيب تربيع ناقص تلاتة س زائد واحد. احنا ازاي اتفقنا ان الدالة الخطية هي بتحتوي على متغيرين بس اللي هو ص بتساوي ألف س زائد ب. طب انا هنا عندي اكتر ايه من متغير، اذا هي زي الدالة دالة تربيعية اللي هي بتحتوي على اكتر من متغيرين او نقطتين. يقول لي الإجابة برضو كما اتفقنا نكون جدول القيم بأن نعطي س قيم مختلفة زي ما اتفقنا. أنا بفرض قيم من عندي موجبة وسالبة لس، ونعين قيم ص المناظرة لها. لما بختار قيم بفرض قيم لس طبيعة هجيب قيم ص. هنا بيقول لي برضو الجدول زي ما احنا اتفقنا في المثال الأول،
سين، وعلى السين هنا انا افترضت السين قيم واحد واثنين وصفر وسالب واحد وسالب اثنين. هنا بقول سين، طبعا حطيت قيم سين، وهنا حطيت المعادلة الاصلية بتاعتي ان ي ص بتساوي اتنين سين تربيع ناقص تلاتة سين زائد واحد، وهنا حطيت الايه النقاط اللي انا لسه ايه هطلعها، وبدأت طبعا اعوض في المعادلة الاصلية عن قيمة ايه سين. ص هنا هتساوي طبعا اتنين دي ثابتة زي ما اتفقنا، وسين وهي في اتنين اس اتنين اللي هي سين هنا كان باتنين. طب انا جبت الاتنين منين يا جماعة؟ ما اللي انا افترضتها هنا اتنين، انا افترضت هنا اتنين، يبقى انا هعوض عن سين هنا باتنين اس اتنين ناقص تلاتة سين دي ثابتة في سين اللي هي قيمتها كان باتنين زائد واحد، هيطلع عندي الناتج كام؟ تلاتة. المعادلة التانية برضو هكذا، هشيل سين تربيع واحط مكانها، هشيل سين واحط مكانها واحد، يبقى اتنين في سين تربيع ناقص تلاتة في سين، اشيل سين واحط مكانها واحد في واحد زائد واحد، وهكذا برضو بالنسبة للصفر، وهكذا بالنسبة للسالب واحد وبالسالب اتنين. كل الفكرة اللي انا بشيل سين وبحط مكانها القيم اللي انا افترضتها، مرة هفترضها باتنين، مرة احط مكانها واحد، ومرة صفر، ومرة سالب واحد، ومرة سالب اتنين، هيصير عندي الارقام. الارقام اللي بتطلع دي يا جماعة هي قيم ايه؟ ص. اذا هتكون عندي النقطة الاولى اللي هي اتنين وتلاتة، اللي هي اتنين دي سين وتلاتة دي ص، وكذلك النقطة التانية الواحد والصفر، الواحد ده سين والصفر ص، وكذلك النقطة الايه التالتة صفر وواحد اللي هو سين وص، والنقطة الرابعة سالب واحد وستة، السالب واحد اهي السين، والستة اللي انا ايه طلعتها من المعادلة اللي هي ص، واخر ايه نقطة اللي هي سالب اتنين اللي هي سالب اتنين اللي افترضتها للسين، والخمستاشر هي طلعت من الايه ناتج الايه المعادلة بالنسبة لايه لص. ويرسم المحورين الافقي والرأسي وتحديد موقع هذه النقاط وتوصيلها برضو عشان نحصل على شكل الايه المنحنى او الدالة بتاعتي. زي ما اتفقنا يا جماعة النقاط اللي كانت عندي هنرسمها على الايه على المحورين، محور افقي ورأسي زي ما اتفقنا، ده محور افقي اللي هو قيم ص، ومحور ايه رأسي اللي هي محور رأسي اللي هي قيم ص، ومحور افقي قيم ايه سين. كان عندنا لو نفتكر يا جماعة اول نقطة كانت اتنين وتلاتة، فنيجي عند محور السين، السين كانت باتنين، نيجي عند الاتنين اهي كانت بالموجب، ونطلع عند التلاتة اللي هي ص، ودي اول نقطة. النقطة رقم اتنين كانت واحد وصفر، فطبعا محور ايه السينات كان بواحد بالموجب وبالصفر، هتبقى كده على محور الايه السينات بالظبط. النقطة رقم تلاتة كانت صفر وواحد، كانت س بالصفر وص بالواحد، والنقطة رقم اربعة كانت بالسالب واحد والستة، كانت س بالسالب واحد وص بالستة، واخر نقطة كانت س بسالب اتنين وص بخمستاشر. وبالتالي نرسم الايه المنحنى بتاعنا فهيطلع بالشكل اللي احنا شايفينه ده يا جماعة. رابعا بقى بيقول لي الصور المختلفة لتحديد معادلة الخط المستقيم. يقول هناك صور مختلفة لتحديد معادلة الخط المستقيم، نذكر منها رقم واحد تحديد معادلة الخط المستقيم إذا علمنا الميل ألف وطول الجزء المقطوع من محور الصادات ب. رقم اتنين تحديد معادلة الخط المستقيم إذا علمنا الميل ألف ونقطة على خط المستقيم. وبالتالي عندنا معادلة يا جماعة لازم نحفظ المعادلة دي، ص ناقص ص واحد بتساوي أ مضروبة في س ناقص س واحد، يبقى ما يكون عندنا الميل ونقطة يبقى لازم نستخدم القانون ده، حيث أن س واحد وص واحد تمثل النقطة المعلومة التي يمر بها الخط المستقيم. تلاتة تحديد معادلة الخط المستقيم إذا علمنا إيه نقطتين، هستخدم القانون ده يا جماعة، وعطينا قانون ص ناقص ص واحد على س ناقص س واحد بتساوي ص اتنين ناقص ص واحد على س اتنين ناقص س واحد، حيث أن س واحد وص واحد وس اتنين وص اتنين تمثلان النقطتين المعلومتين المر بهما الخط المستقيم. أربعة تحديد الخط المستقيم باستخدام المربعات الصغرى. يبقى يا جماعة لما يجيب لي تحديد الخط المستقيم لازم اخد بالي من شكل المعادلة اللي هو جايبها لي، وبناء عليها انا احدد الطريقة اللي انا هستخدمها.
لو جايب لي 100 ونقطة واحدة يبقى أنا هستخدم المعادلة دي، لو جايب لي نقطتين يبقى أنا هستخدم المعادلة دي، وكذلك لو طريقة المربعات الصغرى هنتكلم برضو هنحلها بأي قانون. عطينا بقى طبعا بعد المفاهيم الأساسية، بيقول لي ألف الجزء المقطوع من محور السينات سين، يعرف الجزء المقطوع من محور السينات سين بأنه النقطة الواقعة على محور السينات سين عندما تكون قيمة ص بتساوي صفر، وهكذا بالنسبة لإيه للجزء المقطوع من محور الاستضاد، يعرف الجزء المقطوع من محور الاستضاد ص بأنه النقطة الواقعة على محور الاستضاد عندما تكون قيمة س بصفر. بعد كده رقم ج بيقول لي من الخط المستقيم، واللي هو أي خط مستقيم باستثناء الخط الرئيسي يمكن وصفه بالنظر إلى ميله، ويقصد هنا بالميل هو اتجاه أو انحدار هذا الخط المستقيم من حيث صعوده أو هبوطه، هنا إيه من حيث الشمال إلى اليمين عبر محور السينات. ومن هنا فإن هذا الميل يمكن أن يكون موجب. امتى يكون موجب؟ لما يكون صاعدا من الشمال الى اليمين، ويفسر ذلك بانه مع زياده في قيمه س يتبع ذلك زياده ايه في الصوت، يعني لما يكون موجب يعني كلما زادت ايه س فتزيد صوت. ويكون الميل سالبا عند يعني هابطا يعني من الشمال الى اليمين، ويعني ذلك انه اي زياده في قيمه س يتبعها نقص في ايه، بين علاقه ايه عكسيه يا جماعه. كما قد يكون الميل صفر يعني ما فيش ميل عندما يكون الخط المستقيم موازيا لمحور السينات، ويعني ذلك أن أي زيادة في قيمة س لا تؤثر في قيمة ص أي تظل قيمة ص ثابتة. وعاطين هنا مثال واحد بيقول أوجد معادلة الخط الايه العام إذا كان الميل، طبعا وعاطين الميل اللي بيساوي 3 ويمر بالنقطة 3 و5. زي ما احنا اتفقنا يا جماعة قلنا أما يديني معادلة علشان يطلب معادلة الخط المستقيم أو الاتجاه العام لابد أنا أبص لشكل المعادلة، هل هما نقطتين ولا نقطة وميل ولا الاتجاه الايه العام. هو هنا عاطيني ميل وعاطيني نقطة، يبقى أنا هستخدم إذا القانون. عاطيني التلاتة ده نرمز لها بالرمز ألف، وسين دي وتلاتة دي بنرمز لها بسين واحد، وخمسة نرمز لها بصاد واحد. اذا الاجابه هستخدم القانون اللي هو بيقول، القانون ده يا جماعه حفظ، القانون ده حفظ انت اللي بتكتبه، ص ناقص ص واحد بتساوي الف مضروبه في س ناقص س واحد، وهبدا بقى اعوض في المعادله عن قيم الف وس واحد وص واحد. ص هتنزل زي ما هي عشان ما عنديش قيم لص، ناقص ص واحد بخمسه بتساوي الف بتلاته، افتح قوس س تنزل زي ما هي ما عنديش قيم ليها، ناقص 3 اللي هي قيمة ايه س واحد، وبالتالي اعوض في المعادلة يبقى ص ناقص ايه 5 هتساوي 3 س ب3 س ناقص 3 ب3 ب9، ص هتساوي الخمسة تروح بإشارة مخالفة، يبقى المعادلة اللي هتطلع عندي ص بتساوي 3 س ناقص 4، وهي دي المعادلة المطلوبة. مثال 2 اوجد معادلة الخط المستقيم الذي يمر بالنقطتين 3 و5 و7 و4. زي ما اتفقنا يا جماعه بنبص لشكل المعادله الاول، طب هو هنا عاطيني نقطتين يبقى انا هستخدم القانون اللي هو بيقول ص ناقص ص واحد على س ناقص س واحد بيساوي ص 2 ناقص ص واحد على س 2 ناقص س واحد. وبالنسبه للنقطه الاولى 3 س واحد و5 دي ص واحد، والنقطه الثانيه 7 بس 2 وال4 بص 2. اذا هعوض بقى في المعادله عن س واحد وصاد واحد وسين اتنين وصاد اتنين، يبقى صاد واحد دي تنزل صاد بس تنزل زي ما هي، ناقص صاد واحد بخمسة على سين زي ما هي، ناقص سين واحد بتلاتة بتساوي صاد اتنين باربعة، ناقص صاد واحد بخمسة على سين اتنين بسبعة، ناقص س واحد بتلاتة، وهكذا يا جماعة. هنضرب طرفين في وسطين وهنطلع في الآن نضرب طرفين في وسطين هيطلع عندي 4 ص ناقص 20 بتساوي سالب س زائد 3، 4 س زي ما هي، ونودي طبعا الايه سالب 20 بإشارة مخالفة، تطلع عندي المعادلة 4 ص بتساوي سالب س زائد 22 بالقسمة على 4، يطلع عندي المعادلة ص بتساوي سالب 1 على 4 س زائد 23 على 4. مثال 3 بقى معادلة الخط المستقيم بطريقة المربعات الصغرى،
بيقول لي تعتمد طريقة المربعات الصغرى في تحديد معدة الخط المستقيم على فكرة وجود ارتباط خط بين متغيرين، وأن هناك عدد من القيم المقابلة لهذين المتغيرين كالسعر والمبيعات مثلا، أو حجم الإنتاج والتكاليف، أو السنوات في حجم الإنتاج، وذلك في صورة مجموعة من النقاط المماثلة لها، وأن الدالة التي تمثل العلاقة بين المتغيرين تكون من الدرجة الأولى على صورة ص بتساوي أ س زائد ب، وهي دي كانت دالة خطية يا جماعة زي ما اتفقنا، هي الدالة من الدرجة الأولى اللي هي ص بتساوي أ س زائد ب، وهي دي دايما المعادلة اللي بنوصل لها في كل مثال بنحله اللي هي ص بتساوي أ س زائد ب، وبالتالي يمكن استنتاج هناك دايما في أي معادلة كان هو بيجيب لي أ وكان بيجيب لي ب ثابتين. معدل الخط المستقيم دي يا جماعة هو مش بيجيب لي أ ولا ب، بيطلب مني أنا اللي أجيب له أ و ب. طب أنا عشان أجيب أ و ب لازم يكون عندي قوانين معينة اللي أنا أستخدمها. بيقول لي القانون هنا اللي بيقول لي أ بيساوي مج س ص على مج س تربيع، و ب بتساوي مج ص على ن. يعني لما يجيب لي معدل الاتجاه العام ومش جايب لي أ ولا جايب لي ب، يبقى أنا بستخدم القوانين دي عشان أجيب بها أ و ب. بس ناخد بالنا يا جماعة من حاجة، إحنا عندنا في مثال في الكتاب، مثال في الكتاب ده هو جايب لي س وجايب لي ص جاهزين، وعايز منك بس تجيب معادلة الخط المستقيم. فهنا أنا بستخدم أ قانون تاني غير القانون ده يا جماعة، وهو موجود عندكم في الكتاب، و ب قانون تاني. إمتى أنا بقى بستخدم إيه القوانين ديت في المثال بتاعي؟ هنوضح في المثال إمتى أنا بستخدم قانون أ وقانون ب هنا، عشان كل مثال له قوانين مختلفة. بيقول لي حيث ان نون تمثل عدد ازدواج قيم س و ص، بس نون دي عدد القيم اللي عندي س لس و ص. اعطيني بقى مثال يا جماعه. بيقول لي البيان التالي يمثل الارباح السنويه الصافيه لشركه عمرو التجاريه خلال السنوات من 2005 حتى 2011. دي بقى نون يا جماعه، دي عدد السنوات ايه بتاعتي. ناخد بالنا بقى بشكل المثال هنا، عطينا اول عمود السنه 2005 و6 و7 الى 2015 والارباح السنوية. طب ايه الاختلاف؟ انه دايما احنا متعودين الامثله اللي هي في الكتاب بيكون عاطيني س وص، وانا بكون جدول عشان اجيب له ا وب واوصل للايه للمعادله اللي هو عايزها. لا، لكن هنا هو عاطيني ايه؟ عاطيني سنوات وعاطيني الايه الارباح، الارباح بتاعتي دي اللي هي ايه ص، بس مش عاطيني س. يبقى انا هجيب س ازاي؟ هنقول ايه، هقول لكم هنجيب ازاي باذن الله. وقد طلبت منك الشركة بقى تحديد الآتي، ده المطلوب. يقول لي رقم واحد معدل الاتجاه العام للأرباح السنوية خلال هذه الفترة، رقم اتنين بيان معدل التزايد أو التناقص السنوي، رقم تلاتة حساب الأرباح المتوقعة في عام 2015 بفرض ان هذه الداله من الدرجه الاولى. هو هنا حدد لي اهو، يقول لي الداله دي يا جماعه عندي من الدرجه الايه، من الدرجه الاولى اللي هي ايه ا س ا س ص بتساوي ا س زائد ب، يا ص بتساوي ا س زائد ايه زائد ب. الاجابه هنا بقى بيقول لي معدل الاتجاه العام اهو ص بتساوي ا س زائد ايه ب زي ما اتفقنا، ده هي معادله من الدرجه الاولى والدرجه الايه الخطيه، وهي دي اللي بنوصل لها في كل مثال بنحله، لازم نوصل لشكل المعادله دي في النهايه. بيقولوا لتحديد كل من أ و ب يتم اعداد الجدول التالي. تمام، يبقى انا عرفت ان هو معدل الاتجاه العام هو مش بيجيب أ ولا ب، وانا لازم اعمل جدول عشان اجيب له قيمه أ وقيمه ب. طيب هو انا بيقول لي زي ما اتفقنا يا جماعه، احنا قلنا في الكتاب المثال اللي هو جاي عندكم اللي هو اللي موجود في الكتاب، واللي بالنسبه للدكتور عمر تداوله في المحاضره برضو كان عاطيني س وعاطيني ص. طب هنا ايه؟ هنا جايب لي سنوات وجايب لي ص، مش جايب لي كلمه ايه س. طب انا هجيب كلمه س ازاي؟ هقول له السنوات هعمل طبعا جدول من ست خانات، اول خانه هتبقى سنوات، وخانه الثانيه س وص وس ص وس تربيع. السنوات انا هحطها وعاطيني السنوات اهو، بيقول لي من 2005 ل 2011، يبقى انا 2005 و6 و7 و8 و9 و10 و11. والسين طبعا دي انا هجيبها، والصاد طبعا اللي هي ليه الارباح اللي هو ايه عطاها لي 55 والايه و53 و60 وهكذا. طب انا هجيب سين ازاي؟ قبل ما نجيب كلمه سين لابد نشوف هل السنوات دي هل هي عدد زوجي ولا عدد فردي.
تعال نشوف كده السنوات عندنا كام سنة. 2005 لواحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة. هنا السنوات عدد فرد، اذا فانا هاجي عند السنة الوسطى واسميها هي سنة الاساس. فين السنة الوسطى؟ انا موضحها لكم باللون الاحمر يا جماعة، هي 2008. السنة الوسطى هي اللي بتتوسط عدد السنوات اللي عندي. انا عندي هنا 3 سنوات وهنا 3 سنوات، يبقى 2008 دي هي السنة الوسطى. سيب سنوات فوق قد سنوات تحت واحطها صفر، واطلع فوق بالسالب وانزل تحت بالموجب. يبقى انا هاجي عند السنة الوسطى اللي هي 2008 واحط صفر، واطلع هنا سالب واحد، وافترض بقى قيم موجبة وقيم سالبة زي ما اتفقنا، يبقى سالب واحد وسالب اتنين وسالب تلاتة. طب لو عندي كمان سنة يبقى سالب اربعة، كمان سنة يبقى سالب خمسة، وهكذا. وتحت بواحد واتنين وتلاتة، ولو عندي سنة تانية باربعة وسنة تانية بخمسة وهكذا. يبقى السنة الوسطى دي هي سنة الأساس 2008، هي تتوسط عدد السنوات. وطبعا قيم ص زي ما هي، وطبعا هنجيب ايه، دي هي الأرباح اللي عطاها لي، وس ص هنضرب س في ص هيديني ايه، س هنضرب س في ص، سالب 3 في 55 طلعت سالب 165، وسالب 2 في 53 وهكذا. وس ناخد قيم س ونربحها، 3 في 3 ب 9، سالب 3 في سالب 3 ب 9، سالب 2 في سالب 2 ب 4، سالب 1 في سالب 1 بايه؟ ب1 وهكذا. واخر خانه عندنا المجموع. ناخد بالنا يا جماعه ان خانه س لابد يكون عندي بصفر، لابد س تطلع عندي بصفر. لو ما كانتش عندك س بصفر يبقى انت عندك غلط، يبقى القيمه اللي انت افترضتها او حطيتها قيم خاطئه، انت زود ناتج او حاطط الارقام غلط. لازم س تطلع عندي بصفر. مج س، مج ص طبعا طلعت عندي 431، ومج س ص بتساوي 67، ومج س تربيع 28. المج ده يا جماعه اللي احنا جمعنا القيم دي، جمعنا قيم لكل عمود. بعد كده بيقول لي انا هجيب له قيم ألف وقيم ب. طيب عشان ما نتلخبطش يا جماعه، احنا اتفقنا ان المثال موجود في الكتاب، عندنا س وعندنا ص موجودين جاهزين. فاذا انا بستخدم قانون تاني، القانون التاني ده بجيب قيمه ألف. القانون بيقول ن مج س ص ناقص افتح قوس مج س في مج ص على ن مج س تربيع ناقص افتح قوس مج س الكل تربيع. ده لو كان عندي المثال اللي هو في الكتاب، فانا بستخدم القانون التاني يا جماعه اللي هو عطيني س وص، فانا بستخدم ايه القانون ده. انما هنا انا بستخدم لا، ا بيساوي مج س ص على مج س تربيع. ليه؟ هنا عطيني سنوات ومش عطيني س وانا اللي جبت س. طب ب في الكتاب اللي هي مستخدمها عندي س وص جاهزه، فبقول له القانون بيقول مج ص على ن ناقص ألف في مج س على ن. طب هنا هو عاطيني سنوات ومش عاطيني س، بستخدم قانون ايه؟ بقول له مج ص على ن. انا وضحت لكم يا جماعه عشان ما تتلخبطوش بس والدنيا تدخل معاكم، عشان ما حدش يقول ده هنا في قانون وفيه قانون، ايه اللخبطه دي؟ دي فكره تانية، وفي مش فكره، هي مساله موجوده في التدريب في التمارين ورا في الكتاب. فانا حليت ايه، حبيت ان انا احلها معاكم فيها فكره جديده مش اكتر. وعندكم الكتاب المساله الثانيه محلوله بقوانينها، اما المساله دي فهي مش محلوله، فانا حبيت ان انا ايه اوضح لكم الافكار الموجوده فيها. فاذا بقى بما اننا نستخدم هنا القانون الف، القانون مج س ص على مج س تربيع. طب تعال نشوف مج س ص كانت عندي ب 67 اهي، ومج س تربيع كانت ب 28، طلع عندي الناتج 2.4. ب بتساوي مج ص، القانونين دي بتتحفظ يا جماعه. مج ص على ن، مج ص كانت بكام؟ 431، ونون كانت ب7 اللي هي عدد الايه السنوات زي ما اتفقنا. طلع عندي الناتج 61.57%. نيجي بقى للمطلوب. المطلوب رقم واحد بيقول لي معدل الاتجاه العام. اول معدل الاتجاه العام احنا اتفقنا ص بتساوي ألف س زائد ب. طبعا جبت ألف وجبت ب، يبقى انا هعوض، يبقى ص هتساوي ألف طلعت عندي بكام؟ ب2.4 س زائد ب اللي هي 61.57%. دي رقم واحد. رقم اتنين بيقول لي مقدار التزايد او التناقص، حيث ان طيب هو بيقول لي انا عايزه هل المعدل ده معدل متناقص او متزايد، يعني الارباح عندي بتزيد ولا بتقل. فهو هنا بيقول لي حيث ان قيمه الف موجبه، فان هناك، يبقى انا هبص لقيمه الف، لو الف طلعت بالموجب اذا هنا معدل تزايد. طب لو الف بالسالب اذا هنا معدل تناقص. وبيقول لي هنا الف طلعت عندي موجبه، فاذا اللي هي 2.3، اذا انا عندي معدل تزايد، وبالتالي فان مقدار التزايد بيساوي
اخد قيمه الف اللي هي 2.4 اضربها في الالف. ليه؟ لان عندنا القيم الجماعه بالالاف، 1000 جنيه. يبقى طلع عندي معدل التزايد او مقدار التزايد طلع 2400 جنيه. رقم 3 بقى بيقول لي المطلوب تحديد الارباح المتوقعه، حساب الارباح المتوقعه في عام 2015. هو هنا عطيني الارباح ل 2011، وانا بصيت، لو بصيت للارباح اللي هي فعلا كانت في زياده، كانت 55 وناقصت بعد كده بدات لفتره 60 و65 و67 وهكذا بدات الارباح بتزيد عندي. طب هو عاطيني الارباح هنا ل 2011 ومطلوب عايز اتنبأ بالارباح بسنه 2015، هل هنا الارباح هتزيد او لا تزيد؟ طب هنا بيقول لي انا المعدل اللي عندي ده معدل تزايد، يبقى انا عشان اعرف ان حل صح ولا غلط المفروض الارباح في 2015 تكون ازيد من 2011، معناه الارباح عندي بتزيد، ما انا عندي معدل تزايد يعني الارباح بتزيد. طب بيقول لي هنا الارباح المتوقعه في 2015، طبعا هجيب له السنوات من اخر سنه 2011 للسنه المطلوبه اللي هي 2015، يبقى 2011 2012 2013 2014 2015. في كتير هيقول طب ليه بدانا هي دي بدانا ب 2011 وانتهينا ب 2015؟ بدانا ب 2012 لان دي اخر سنه في الجدول، هو انتهى عنا اللي هو هيسيب لي الارباح، و2015 دي السنه اللي هو طالبها. وهنجيب قيم س، هنا كانت س ب3 وزي ما اتفقنا بنزود 1 يبقى 3 و4 و5 و6 و7. وبالتالي فان الارباح المتوقعه في عام 2015 طبعا اعوض عن قيمه س بكام؟ ب7. انا عندي هنا الارباح المتوقعه اتفقنا ان هي ص، انا عندي هنا الف وعندي ب ناقص بس س، وس طلعتها 7، يبقى انا اعوض هنا عن س ب7 يطلع عندي قيمه الارباح في 2015. وبالتالي فإن الأرباح المتوقعة في عام 2015 هتساوي المعادلة دي 2.4 س، س كانت عندي في 7 في 2015 في 61 زائد 61.57% اللي هي دي ب، طلعت عندي قيمة الأرباح 78.37 ألف جنيه. بالتالي يا جماعة لو بصينا لآخر سنة كانت الأرباح 2011 69، في 2015 بقى 78، اذا الارباح زادت، يبقى اذا انا كده حل مظبوط. اذا معدل ايه؟ المعدل بتاعي متزايد في قيمه الايه؟ الارباح. وكده يا جماعه نكون خلصنا السكشن، وان شاء الله نتقابل في السكشن رقم 2 باذن الله، وبالتوفيق ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.